بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة أعزائي المشاهدين، نرحب بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الشرطة منكم وإليكم، والذي يأتيكم عبر شاشة تلفزيون المهد. الحلقة من هنا بالقرب من هذا الشعار الشرطة في خدمة الشعب، والذي يوضع هنا أمام مركز المدينة في شرطة محافظة بيت لحم. هذا المركز الذي يكتسب أهمية في المحافظات بشكل عام ومدينة بيت لحم بشكل خاص، ولعل قربه من كنيسة المهد تكتسبه أهمية أخرى. لذلك لابد من أن نتعرف على هذا المركز وعمله وأدائه ومهماته التي يقوم بها. ابقوا معنا وتابعونا لمعرفة هذه التفاصيل. مركز شرطة المدينة من أهم المراكز في شرطة المحافظة بشكل عام، وفي شرطة محافظة بيت لحم بشكل خاص، ولعل قرب المسافة بينه وبين كنيسة المهد والمركز التجاري لمدينة بيت لحم تكسبه أهمية خاصة ومهمة، ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستوى الدولي، حيث يقع على بوابة ساحة وكنيسة المهد. ولعل النظرة الأولى للزائر والحاج تكون على مدخل مركز شرطة المدينة، والذي علق عليه صورة القائد الشهيد ياسر عرفات وفخامة الرئيس محمود عباس وشعار الشرطة في خدمة الشعب. مركز مدينة بيت لحم يديره الرائد زيد الشاعر، والذي بدوره يتابع مجريات العمل الإداري والميداني للشرطة، والذي التقيناه وأطلعنا على المهام والصلاحيات لمركز المدينة. أمن كنيسة مهد المسيح عليه السلام يتبع لمركز المدينة، ويقوم بواجبات مهمة في حفظ الأمن ومتابعة السياح والزوار والحجاج داخل كنيسة المهد. مدير المركز لا يقتصر عمله داخل المكتب كما يظن البعض، وإنما يتابع العمل الإداري وكذلك العمل الميداني. كاميرا الشرطة منكم وإليكم رافقته في جولته الصباحية التي اعتاد على إجراؤها كل صباح، واطلعنا على العمل هناك. مشاهدينا، نتواجد الآن في مكتب مدير مركز المدينة في شرطة محافظة بيت لحم للاطلاع ومعرفة المهام والصلاحيات الملقاة على عاتق هذا المركز. رائد زيد الشاعر مدير مركز شرطة المدينة، نرحب بك في برنامج الشرطة منكم إليكم. صباح الخير، أهلا وسهلا. نعم رائد زيد، يعني بالتأكيد يعني يقع على عاتقكم صلاحيات كبيرة و مهام ومساحات واسعة تسيطرون عليها، لكن بالدرجة الأساسية لو تعرفنا على أهمية مركز المدينة. أهلا وسهلا، وانتهز هذه الفرصة الجميلة لتقديم الشكر لأسرة تلفزيون المهد على هذا البرنامج الجميل الذي يجعلنا على تواصل مع مواطنينا وأهل بلدنا وأهل محافظتنا، ويجعلهم في نفس الوقت على اطلاع بإنجازاتنا كشرطة وبالاطلاع على قضاياهم من خلال تلفزيون المهد. كما تعلم مركز شرطة المدينة يشغل منطقة ومساحة واسعة من المحافظة نتيجة موقع الحساس في وسط مدينة بيت لحم لقربة من كنيسة المهد، يتميز بأهمية تختلف عن باقي مراكز الشرطة في المحافظة. يمتد صلاحية مركز المدينة من شمال مدينة بيت لحم منطقة القبة حتى منطقة حرملة، إضافة لذلك
يعني جميع المراكز في محافظة بيت لحم تأخذ تعزيزها وإمدادها من مركز شرطة المدينة عند وقوع أي مشكلة أو حدوث طارئ. عمل مركز المدينة معروف، عندنا العمل اليومي، لدينا وفود رسمية تقريبا بشكل يومي، عندنا فيما يتعلق بالسياحة ومجال مهم في هذه المحافظة، نستقبل بالتعاون مع شرطة السياحة والأثار في محافظة بيت لحم باصات الحجاج الوافدين إلى محافظة بيت لحم، نقوم بتأمينهم إلى الكنيسة، تأمينهم داخل الكنيسة، إرشادهم إلى بمساعدة الأدلة إلى أماكن الزيارة، أيضا تأمين مغادرتهم، ونحاول قدر الإمكان من خلال التعامل الحسن، من خلال الشرح، من خلال المعاملات التي تتم أثناء زيارتهم، بإعطاء صورة جميلة ومشرقة ومشرفة عن مدينة بيت لحم وعن عمل الشرطة في مدينة بيت لحم، مما كان له كبير الأثر من خلال زيارات وفود رسمية أكدت حسن معاملة الشرطة في مدينة بيت لحم من خلال السفراء ومن خلال الضيوف ومن خلال الحجاج الذين قاموا بزيارة بيت لحم وكنيسة المهد ورأوا وشاهدوا معاملة الشرطة ومساعدتهم. نعم، يعني في هذا الجانب كيف تقيم العلاقة ما بين شرطة المدينة والطوائف في كنيسة المهد وبيت لحم بشكل عام، لأنه لكم اتصال دائم يومي وحتى في كل ساعة لكم اتصال مع هذه الطوائف؟ نعم صحيح، كنيسة المهد مكان مقدس بالنسبة لنا ولمسيحية العالم أجمع ولمسلمي العالم أجمع، مكان مهد السيد المسيح عليه الصلاة والسلام. احنا على اتصال وتواصل وبشكل دائم مع رجال الدين، مع رؤساء الطوائف، مع رؤساء الأديرة، ونواكب كل مشكلة صغيرة وكبيرة سواء بين الطوائف أنفسهم أو بين زائرين قد لا يكونوا على علم بقدسية المكان، أو يعني نقول إن ما عندهم مش درجة كافية من أهمية المكان، فبالتالي قد يستهتر بعضهم داخل المكان، قد يتصرف تصرفات غير لائقة. احنا على اطلاع ونكون بالمرصاد بشكل دائم لأي حركة، لأي مشكلة، لأي حدث داخل الكنيسة. الكنيسة مهمة بالنسبة لنا، تكمن أهميتها في أهميتها الدينية، في أهميتها التاريخية، في العلاقة بين المسيحيين والمسلمين في هذه المدينة. الحمد لله لم يطرأ أي حدث أو أي مشكلة كبيرة، قد تحدث خلافات، قد تحدث مشاكل يومية بسيطة لم تسجل بها قضايا رسمية، لم تسجل لدينا أي قضية رسمية كبيرة تتعلق بكنيسة المهد، وهذا دليل على تواجد الشرطة ومتابعتهم سواء داخل الكنيسة أو خارجها لجميع الزوار سواء محليين وعرب وأجانب. نعم، عمل الشرطة يعني ينقسم إلى شقين، عمل مكتبي في داخل المكاتب وعمل ميداني يتابع قضايا الناس في الميدان. هل لك أن تطلعنا على عملكم المكتبي ومتابعتكم الأمور اليومية، وسنطلع أيضا على العمل الميداني في مكان؟ أهم ما في عملنا التحلي بالخلق الطيب، المعاملة الحسنة للمواطنين سواء في الشارع أو داخل المركز. توجد لدينا تعليمات من قيادة الشرطة بقيادة اللواء حازم عطلة بعدم الإهانة، بعدم الاعتداء، الفيصل بيننا وبين أي مواطن وبين المواطنين والمواطنين في أي مشكلة هو القانون. يوجد لدينا مكاتب تحقيق تحال إليها القضايا، تحال القضايا للمحاكم، للسجون، الضرب، الاعتداء، الإهانة، إساءة المعاملة مرفوضة تماما، وهذا ما ندرب عليه عسكرنا كل صباح يوم قبل توزيعهم للوظائف، وخاصة العاملين في الشوارع، بحسن المعاملة، تقديم المساعدة لمن يحتاج من كبار السن. مش ما بتضيع الدنيا، إذا وقفت سيارة في مكان ممنوع بتكون تقل عجوز بده ينزل للدكتور، أو بده ينزل على الصحة إذا وقفت مزدوج بده يجيب دكتور. بالعكس، هذا بعطي انطباع وصورة جيدة، هو مدة الوقوف مش راح تتجاوز 5 دقائق، وتكون بإذن الشرطي
ما اختلفنا، مش مشكلة يوقف في مكان ممنوع، برضو سلامة المواطنين وسلامة الجمهور عندنا شيء مهم، وإعطاء انطباع حسن ومعاملة حسنة عن الشرطة لدى المواطنين برضو هذا ما نسعى إليه، وشيء مهم بالنسبة لنا. فإحنا عملنا عملنا يعتمد على العلاقة مع الجمهور، أيضا احتكاكنا مباشر مع الجمهور على مدار 24 ساعة، كما تعلم كنيسة المهد بزوارها، ساحة المهد بتجمعاتها، السوق القديم، منطقة الشارع الفوغرة والمدبسة هي تجمع تجاري لكامل سكان المحافظة، يوميا يؤم عدد كبير لا يقل عن 10,000 شخص يومي بشكل يومي في منطقة المدبسة والسوق، يحدث احتكاك، تحدث مشاجرات، تحدث حالات تحرش، محاولات لحالة نشل. الحمد لله، يعني بفضل قيادة، بفضل الله أولا وفضل قيادتنا وتوجيهاتها ومتابعتنا كضباط، كمدير وكضباط، أنا عندي يوميا جولة صباحية والظهر والمساء على شرطي، منا بتفقد وضع الناس في الشارع، منا بتفقد شرطي، بتحسس شو معاملات شرطي مع الناس في الشارع، بسأل المواطنين، بسأل المزارعين، بسأل أصحاب المحلات، بسأل أصحاب السيارات شو عن إساءات الشرطة تجاههم، ممكن إذا أساءوا الشرطة أو لا. أيضا إضافة لذلك إن جميع المشاكل اللي ذكرناها سابقا من مشاجرات، من حالات نشل، من حالات تحرش، من حالات إلى آخره، كلها الحمد لله تحت السيطرة تقريبا. بديش أقول لك إنها انتهت تماما، لكن تم حد ما يقارب 80% من هذه الظاهرة، مستعين في زملائنا في المباحث بالزي المدني، بتابعوا حالات النشل، بتابعوا حالات التحرش بالزي المدني، تم ضبط أكثر من حالة. لكن أبرز هذه القضايا زيد اللي ترد إليكم يعني. أي أبرز هذه القضايا تقريبا معظمها من المشاجرات، والمشاجرات البسيطة نظرا لازدحام الحركة في منطقة السوق، ما بين تجار، ما بين أشخاص، ما بين ما بين مرة من الطريق، حركة السيارات تقريبا في منطقة التجمع هذه، احنا عطينا انذار، عطينا تنبيه لجميع أصحاب السيارات وخاصة الوافدين من خارج المحافظة، ان حاولوا دخلوا بضاعتهم قبل الساعة 8 صباحا، لان متى بدأت الحركة في الشارع في حدود الساعة 9 إلى 10 لا يحتمل دخول سيارات للمنطقة. معظمهم التزم، أعطيناهم أول تنبيه، ثاني تنبيه، ثالث تنبيه بدون مخالفات، الجميع التزم، وإحنا نغلق منطقة شارع الفوغرة واللي هي أهم في هذا الموضوع والأكثر أزمة، نغلقها في وجه حركة السيارات باستثناء سيارات التاكسي اللي أصحاب موقف في منطقة السوق، يتقل المواطنين وبضائعهم. في عندك حالات إنسانية أخرى، واحد بده يفوت بسيارته يشتري بضاعة، ما في عندنا مشكلة طبعا، واحد بده يدخل بضاعة، في سكان في الحارة، واحد بده يروح على بيته، ما عند مشكلة، بنحط سيارته في الموقف المخصص وبنفوتها بكل احترام. نعم، وهل أنتم راضون عن تعاون الناس في هذا الجانب والمجالات الأخرى؟ يعني رضا الناس غاية لا تدرك، أكيد مش كل الناس راضي عن عملك، مش كل الناس بتستفيد من تطبيق القانون، في ناس منتفعين من حالة الفلتان، من حالة لكن البركة في أهل بلدنا وفي أهل محافظتنا. يعني أقول لك 90% من الحالات اللي بتواجهنا، 95% كلهم يستجيبوا لطلباتنا. القضايانا فيما يتعلق في قضايانا على التليفون، ممكن أطراف المشكلة ألمهم على التليفون بدون ما أودي دورية، بدون ما أودي تبليغ، وهذا بدل على ثقافة مواطننا، على علاقتنا الوطيدة مع المواطن، على ثقة المواطن فينا وإننا نجيب لحقه في أي مشكلة. رائد زايد الشاعر، مدير مركز شرطة المدينة في شرطة بيت لحم، أشكرك جزيل الشكر. أهلا وسهلا فيكم كمان مرة، ونبلغ تحياتنا لكم، وبنشكر أسرة تلفزيون المهد كمان مرة على هذا اللقاء الجميل، وتحياتنا لكل أهالي بلدنا وأهالي محافظة بيت لحم. أهلا وسهلا. المواطنون ورجال الدين كان لهم رأي حول عمل الشرطة، فكان منهم مؤيد وشاكرا للشرطة بقوة، ومنهم من يعبر عنها بكلمات بسيطة، ومنهم من انتقد وقدم الاقتراحات والحلول. فيك الناس أول شيء مساكين، بعدين ما فيش يعني بيع ولا شراء، والناس قاعدة يعني بتلوج ما في شيء، بعدين الحمد لله الشرطة وكل شيء يعني أمن مليح مظبوط،
ما يعني ما بيخلوا واحد يشاغب ولا واحد ولا إشي، يعني منتزين جدا الشرطة مع الشعب يعني ملاح. بيساعدوك يا حجة؟ آه بيساعدوني، ليش بيساعدونيش؟ والله بيساعدوني. وبعدين دائما يعني بقلوبهم علينا حنية، عليه حنونين كويسين. يعني بيحكوا معك بهدوء؟ آه والله بهدوء، والله محترمين كل مملاح، والله ما في واحد منهم بزعل حدا أبدا، والله ملاح. لو صار معك إشي يا حجي بتروح بتشكي على الشرطة؟ أعوذ بالله، هذول أولادي كيف أشكي؟ لا، لو حدا أجا مثلا كسر لك إشي، سرق منك إشي، بتروحي على الشرطة تشكي عليه؟ آه بشكي عليه، إذا بده يشاغبني بشكي عليه، ولا أما إذا ما شاغبنيش ليش تشكي عليه؟ والشرطة بتتجاوب معك؟ آه بتتجاوب، ليش لا؟ بتتجاوب مع كل واحد، مش معي لحالي، مع كل الشعب. طيب شو حابب تحكي لهم يا حجي؟ آه بحب أقول لهم شكراً، ألف شكر إليهم، للجميع إن شاء الله. يعطيك العافية يا حجي. الله يعافيك. الأب سبيريدون سمور، كاهن طائفة الروم الأرثوذكس في كنيسة المهد. نعم، حضرت ابن نتحدث اليوم عن شرطة المدينة والتي لها يعني شرطة في داخل كنيسة المهد، كيف تنظر إلى عمل الشرطة هنا في كنيسة المهد وهل يقومون بالأمور الملقاة على عاتقهم أم؟ الشرطة في كنيسة المهد موجودين دائما بصورة دائمة منذ الصباح الباكر حتى إغلاق الكنيسة، ويقومون بدورهم الأمني على أكمل وجه. العلاقة بينكم وبينهم كيف تقيمها؟ العلاقة بيننا علاقة صداقة وعلاقة عمل، ونحن في اتصال دائم معهم. في حال يعني حدث إشكالية أو حدث يعني فقد شيء من احتياجات أسرياء، هل يقومون بالمتابعة بالدرجة الأساسية؟ طبعا يقومون بالمتابعة ويؤدون واجبهم على أحسن وجه. يعطيك العافية. زيدك عافية، شكرا لك. نتعرف عليك. مساعد نوال الخطيب. مساعد نوال، يعني أنتم من أمن الكنيسة؟ صحيح. هل لك أن تعرفين على أمن الكنيسة ودورك وعملك داخل كنيسة المهد؟ طبعا شرطة أمن الكنيسة هو قسم أحد أقسام مركز المدينة، شغلنا هو أمن الكنيسة والحفاظ على النظام وترتيب زيارة الحجاج للمغارة. طبعا انتم بتعرفوا ان الكنيسة مكان كثير مهم ومقدس، واحد يعني اهم الاماكن المقدسة في العالم، وبيجيها من كل العالم. طبعا احنا من في فترة الاعياد وخصوصا اعياد الميلاد المجيد بنحافظ على حركة الحجاج وحركة السواح بالتعاون مع اخواننا شرطة السياحة والاثار باب الكنيسة. طبعا بننظم الصلوات وبننظم كيف الناس ينزلوا للمغارة. نتعرف عليكم. اسمي براء خالدي من الناصري. غادة خالدي من الناصري. أهلا وسهلا فيكم. أنتوا أول مرة بتيجوا على بيت لحم؟ أيوة أول مرة. نعم، أجيتوا على تزوروا الكنيسة طبعا. طبعا. أهلا وسهلا فيكم، نرحب فيكم يعني في بيت لحم وفي مهد المسيح عليه السلام. بس حابين نسألكم، يعني أكيد شفتوا شرطة هون، وكيف الأمن في بيت لحم؟ أنا شايف إنه الأمن بيت لحم عامل وظيفته بشكل كامل ومتكامل. لاحظت هذا الإشي بعدة مطارح وبعدة محلات من خلال دخولي أول إشي للكنيسة. طبعا بما أني أول مرة بجي لهون فما بعرفش بالضبط كيف وين أتوجه، فتوجهت لشرطي اللي هو كان واقف برا فدلني بالضبط. هذا الإشي كتير ساعدني، فتت لهون كمان احتجت بعض المساعدة. يعني المحل بما انت شايف كتير كبير، فيه كتير محلات، كتير مطارح اللي هي تاريخية، فالواحد بحتاج انه يسأل، فأنا سألت ولقيت جواب كمان ساعدني كتير. يعني شو اللي خليك تسألي الشرطية بالذات؟ يعني أنا لاحظت انه توجهت للشرطية. بما اني أنا بنت وهي كمان مرأة فحسيت انه رح تساعدني أكثر. يعني كمان أنا شايف انه هون الشرطة اللي هي بتمثلي اول شيء محل، يعني كيف بدي اقول لك، الناس اللي هن امن، الناس اللي هن عندهم نظام، الناس اللي هن عندهم معرفه اكثر عن هذا الشيء. فحسيت انه ممكن يساعدوني اكثر. اخت غاده امك طبعا. كيف شفت الوضع في بيت لحم؟ شفت الخدمه كثير منيحه، الشرطة كتير منيحة كانت وخدمتهم منيحة، وأي شغلة بتضايقنا كنا نسألهم. كانوا يوجهونا بالإشارة. ساعدوكم كتير كتير، ساعدونا. طب يعني بما أنها زيارتكم الأولى وانبسطتوا في بيت لحم وشفتوا الأمن، أكيد حتكرروها؟ إن شاء الله إن شاء الله أكيد.
وبرضه كمان اي مساعدة احنا جاهزين. تسلموا، شكرا لكم، موفقين. شكرا لكم، اهلا وسهلا فيك. مساكين عام. سيد موسى، احنا بنتحدث عن شرطة المدينة اللي دائما متواجدين عندكم في السوق، شو رايك فيهم؟ والله يا سيدي حياك الله، اول شيء معرفة طيبة. ثاني شيء امانة الله، يعني مش مجاملة حقيقة، قدر الاستطاعة بقوموا في اكمل وجه ممكن ومساعدة المواطن بحيث انه يامنوا له مدخل للسيارات وكذا على على السوق، بيساعدوا على الانضباط. بشكر برضو الأخ زايد عن معلومة سمعناها المحافظة، أنه أصر على وجود التكاسي باب السوق اللي هن كان مساعدة للمواطن اللي بيجي بتحوج من المحافظة. واستمعنا لقصتنا، حصلت كان في ضغوطات على زايد إن كامل التكاسي، وأصر على وجود التكاسي في السوق. عمل الأخ زايد برضو والشرطة المحترمين على نظام في الشارع حارة الفواغرة، بحيث حاولوا يضغطوا على صاحبين المحلات ما يطلعوش برا، برضو من كلني لهم كل الاحترام والشكر. اثنين، برضو بنطلب من الإخوة الكرام من بلدية بيت لحم والشرطة والأجويد في المحافظة يحاولوا فتح ساحة المهد للسيارات البرايفت، لسيارات التجار الزبائن، بحيث حتى انه يأخذ رسوم أجرة بسيطية، وزبون لما بلاقي مصف لسيارته في ساحة باب الدير ويدفع له 4-5 شيكل، بتوقع أمر طبيعي مش كثير. نعم. وبكون قريب عنه للسوق، ومن ناحية اقتصادية بتساعد التاجر، صاحب البقالة، صاحب المحل. احنا والله إنا منعاني من مشكلة عدم دخول السيارات كزباين، يعني بنشعر من زباين بقول لك والله حاب أشتري من عندك. نعم أخي موسى، يعني هاي مشكلة عند البلدية ممكن نناقشها مع البلدية، لكن هل من انتقاد حاب توجهه للشرطة من أجل التعديل وتصحيح الأخطاء؟ والله في بعض من الشكاوى على قضية المخالفات إنها شوية فيها إجحاف على المواطن، بقول لك يعني عند اللزوم بدك تخالفني أخي، خالفني مخالفة بحيث إني أدفعها، ليش توجهني على المحكمة وانتظر دور وتحكم من القاضي واوا، خليها مخالفة قانونية زي باقي دول العالم. نعم، بس بلش النظام الجديد نظام الغرامات. كل الاحترام يا سيدي، مخالفة الكل بتقبلها، بنزل بيدفعها في البريد، المخطي يتحمل نتيجة عمله في النهاية. نعم، يعطيك العافية. حياك الله يا سيدي، فرصة سعيدة. عندي اقتراح بسيط، يعني تاجر او صاحب سكن في الحارة، يعني حط سيارته من الصبح للمغرب حتى قيمة، بشكل عقبة في دخول سيارات انسان بدا ياخذ له اغراض نص ساعة زمان ويطلع. فهذا الانسان سيارته بدها تتواجد طول النهار، بقدر يحطها في موقف او في ساحة باب الدير او في مكان بعيد عن السوق. لكن التجار بيحتاجوا، اذا بدها تشتغل الشرطة بهذا الامر. ليش يحتاج؟ في موقف، موقفين، في ساحة باب الدير، في وادي معاني كمان قريب للسوق. مع أغراض في سيارته بقدر ينزل لهم أغراض ويطلع سيارته، ما يحجزها 7-8 ساعات. بتصور المواطن جاي ياخذ نص ساعة زمان ياخذ أغراضه ويطلع أفضل. نعم، ومعروف يعني النهاية مصلحة للتاجر نفسه. نعم، يعني هذا طلب منك إنه الشرطة تتحرك إذا في إمكانية، يعني إحنا بنكون شاكرين لكم. نعم، يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله. وفي أزقة السوق القديم التقينا مع البلدية والشرطة في مهمة مشتركة. يعطيك العافية. الله يجزيك العافية. متعرف عليك؟ عماد الشويكي. أخي عماد، أنت مفتش بلدية؟ نعم. والأخ؟ مفتش بلدية. نعم. شو طبيعة عملكم هون؟ تنظيم الطرقات وال على أساس إنه الناس تأخذ راحتها بالمشي وبالشراء وبكل شيء. طبعا هذا عمل يومي لكم؟ نعم، إحنا والشرطة بالاشتراك مع الشرطة. نعم نعم، في تعاون من الشرطة؟ نعم، جدا جدا تعاونهم، مشكورين على تعاونهم كمان. نعم. معنا. طب يعني جهودهم جبارة كمان. من هاي المهمات المشتركة شو حققتوا؟ والله أنجزنا يعني شغلات كثيرة، يعني أول شيء كان السوق طبيعته كان فوضى، وبفضل الشرطة وبفضل البلدية طبعا الأمور تحسنت صارت للأفضل إن شاء الله. نعم. وفي التزام من الناس؟ يعني تقريبا 80% 90% في التزام. طب يعني حدا بيعارض او يعني برفض عملكم، في اجراءات يتم اتخاذها ضده؟ نعم، في بنخالفه، وطبعا في شرطه بتعاون مع الشرطه، الشرطه بتحكي معه، اذا نتقبل ما تقبلش مثلا نعطيه مخالفه، وهذا اللي بصير يعني، والشرطه بتكون بدورها طبعا.
طبعا دور الشرطه هم ادرى في. طيب يعطيكم العافيه وبالتوفيق ان شاء الله. رائد زايد، يعني تعرفنا على الشق الاول من اداء وعمل الشرطه في داخل المكاتب، لكن رافقناكم في مهمه داخل السوق، هل لك ان تطلعنا على اهم اعمال الشرطه في داخل الاسواق التي تقوم بها شرطه المدينه؟ كما ترى سوق الخضار القديم موقع في منتصف المدينة، تواجهنا مشكلة في ضيق الشارع الرئيسي المؤدي إلى سوق الخضار القديم. الناس بحاجة إلى إدخال بضائعهم من أجل البيع وتسهيل استهلاك المواطن. شرطة منذ ساعة الصباح الباكر، من السادسة صباحا من الخامسة صباحا، تعمل على تسهيل دخول سيارات البضائع، سيارات الخضار، سيارات الفواكه القادمة سواء من خارج المحافظة أو من السوق المركزي لسوق الخضار القديم. يتم العمل على إدخالها قبل بدء حركة المارة في الشارع. تم التنبيه عليهم جميعا، أصحاب البسطات، أصحاب السيارات العاملة في منطقة السوق، بضرورة إدخال بضائعهم في وقت مبكر حتى لا يتعارض مع سواء المحلات التجارية الواقعة في الشارع المؤدي إلى السوق أو حركة المواطنين والمرة في هذا الشارع. نعم، لكن هناك يعني شيء أقلق المواطن وهو التعدي على حرمة الشارع. هناك بعض التجار يقومون بوضع بضائعهم على الشارع مما يعيق حركة المرة. عملنا مع بلدية بيت لحم على هذا الموضوع، خففنا قدر الإمكان عن انتهاك حرمة الشارع، فتح محاولة إبقاء معابر المارة وطرق المشاة سالكة. أدى هذا الموضوع إلى عدد من حالات النشل، عدد من شكاوى المواطنين، عدد من حالات التحرش بسبب ضيق الشارع. عملنا عليها بشكل جدي بالتعاون مع بلدية بيت لحم، لإلزام الكل في موقعه وحسب المكان المخصص له، مع الحفاظ والإبقاء على ممرات المشاة وأماكن حركة المواطنين مفتوحة ليتمكنوا من الحركة فيها بكل أريحية ودون مضايق. لكن هناك من اشتكى لنا يعني خلف الكاميرا بأنكم تقومون بإغلاق الشارع في ساعات الظهيرة وساعات ما بعد الظهيرة. صحيح، أغلقنا الشارع يوميا، نقوم بالعمل على إغلاق الشارع. ذكرنا السبب سلفا، وذلك بسبب كون شارع الفواغرة سوق تجاري كبير يؤم عدد كبير من أهل المحافظة بشكل يومي، ذلك يتعارض مع دخول السيارات. لذلك نبهنا على الجميع ممن يتعلق عملهم سواء بالسوق القديم أو السكان أو المحلات التجارية الواقع في نطاق السوق القديم، بضرورة إدخال بضائعهم في وقت مبكر من الصباح، ونقوم بإغلاق أيضا الشارع حتى لا يؤثر على حركة المحلات التجارية، لا يؤثر على حركة سير المواطنين في الشارع. وقعت حالات دهس، وقعت حالات مضايقة، وقعت حالات كثيرة من مضايقات المواطنين أدى من خلالها إلى قيامنا بإغلاق الطريق أمام حركة السيارات فترة الظهيرة. نعم، رائد زايد الشاعر مدير مركز شرطة المدينة، نتمنى لكم التوفيق في أداء مهامكم وعملكم. عرف من الجروب من خلالكم على الوضع الأمني في محافظة بيت لحم وكيف شافوا بيت لحم. I can respond two months ago two in 2 months next two months but I'm very I'm not I think it's not problem security. هو مش شايف انه في مشكله هون، فبعد شهرين هو لما يخلص اجازته بيحكي لك، بكون رايه متبلور وانه واضح كثير. هم زيارتهم الاولى لبيت لحم؟ This is the first time for you in بيت لحم؟ No, I coming here 2002, 2004 and now. هو اجى مرتين قبل هاي المره في 2002 و2004. طيب يعني في هاي الفتره في شاف فرق في الامن في 2010 عن 2002؟ What's the difference between 2002 and now about the security in Beit Lahem? It's good or bad or any crisis or something like that? Je n'ai pas vu de. I'm not looking difference. I think when I come here the first time,
I have a sentiment of non-security, not from Palestinian, but maybe from Israel. هو إجا المرة الماضية كان في مش الأمن أقل. ليش؟ لأنه كان في إسرائيل موجودة هون، فكان الأمن أقل. هلأ ممكن أحسن كتير. نعم، يعني الآن هم الشرطة الفلسطينية هي أبناء البلد وهي التي تسعى للمحافظة على الأمن بالتأكيد. أكيد، هذا الشيء أكيد. فهمي يعني. He wants to say that the Palestinian police will protect any tourist here and will keep everyone safe. Oh yes. Yeah. Thank you. Thank you. شكرا له. شكرا. هشام حسن كامل من بيت لحم. أهلا وسهلا سيد هشام. هشام، أنت يعني تاجر في وسط السوق. نعم. من خلال متابعتنا للقضايا اللي تابعها شرطة مدينة بيت لحم، وجدنا هناك العديد منها، وخاصة موضوع إغلاق شارع الفواغر في ساعة الظهيرة ووجود السيارات أمام المحل. نعم. المضبوط بالنسبة لإغلاق الشارع للسوق، يعني هذا وضع اجتماعي صحي ممتاز جدا إغلاقه، لسبب إنه هذا الشارع أصلا ضيق جدا، ودخول السيارات في عز الأزمة بسبب إعاقة كبيرة للناس. يعني أي مواطن بدخل الظهر بده يتحوج أو بده يشتري وبتدخل وراء سيارة، يعني بتسوي أزمة كبيرة. ليش؟ لأنه الشارع ضيق أصلا. فإحنا من مؤيدين إغلاق هذا الشارع، حتى الناس اللي بدهم ينزلوا أو يحملوا بضاعة المفروض يكون في ساعات محددة، إما الصبح بدري أو المغرب. هذا واحد. بالنسبة لساحة المدبسة، يعني بصراحة أنا بلدية بيت لحم مش مشكورة، مع احترامي الشديد لهم، أجوا عملوا لنا قبل 3 سنوات حديقة وزرعوها بأكم من شجرة وكأنهم في الصحراء، لا في حدا بيعتني فيهم ولا بسكوهن ولا مدولن مي، وبلديتنا بتعطي تراخيص للبسطات بشكل عشوائي. بيجي أي مواطن بعطوه بسطة، بتصفي هذه الحديقة اللي المفروض تكون مظهر حضاري للبلد، بتصفي هي عبارة عن حاوية نفايات كبيرة. أستاذ هشام، يعني هناك من يؤيد إغلاق الشارع وهناك من يعارض وأنت مؤيد، وهناك سيارات أصحاب المحلات وأنت واحد منهم يتم إيقافها أمام المحلات، وهناك من يعارض هذا. صحيح. المضبوط أنه وقفة السيارة باب المحلات هي مش منيحة، بس أنا بحكيها بكل صراحة، أنا كصاحب محل بفضل أحط سيارتي أحسن ما يجي واحد يصف سيارته من الصبح يدخل على البلد أو يطلع مشوار ويرجع المغرب وهو مسكر الشارع. إحنا بنعتبر أنه وجود سياراتنا هي أداة، يعني في أي لحظة بيحتاج أنه يزيحها أو الشرطة بيحتاجني في أي لحظة أنا بشيلها. طيب، يعني حابين نسمع منك إذا في اقتراحات لحل هاي المشكلة. في كمان شغلة، يعني مرات أنا لاحظت أنه مرات المواقف تستغل المواطنين. مثلا عندنا الموقف هذا هو موقف صغير جدا، في أيام السبت في أيام ذروة الشغل ما بيستوعب سيارات، فبصف اللي بيجي ما عنده أي محل بده يصف، بيضطر يبعد أكثر من كيلومتر، فهو بفضل عاود يطلع برا البلد بدل ما يدخل يتحوج. هذه من الأسباب. مرات ثانية بتلاحظ أن الموقف إذا أجا واحد من برا البلد بيطالبه بضعف المبلغ، وهذا حصل معي شخصيا، أنه أجا مواطن صف وقال لي سيارتي عندكم في الباركينج بأخذوا أكثر من القدس. قلت قديش؟ قال لي 10 شيكل أخذ مني. فرحت أنا على الباركينج قلت له ما بصير، اللي بيجينا مواطن من برا بده يتحوج وبده يشتري، يعني لازم ندير بالنا عليه. طيب، إيش يعني الحلول لهي المشاكل؟ والله الحلول كثيرة، يعني بس هي الحلول بدها تيجي تدريجيا، مش راح تيجي بين ليلة ويوم. يعني احنا في بداية موفقة، وصحيح انه الشرطة يعني عندنا قيادة للشرطة حكيمة، وصحيح قايمين في واجههم على اكمل وجه بصدق وبصراحة، انما هذه الحلول يعني البلد ضيقة ومغلقة فبتحتاج لدراسة اكثر مني. يعني والشرطة بعد هلا مش راح تقدر يعني هذه علاقة بين الشرطة والبلدية والمحافظة والمواطن بالدرجة الاولى. استاذ هشام اشكرك جزيلا. اهلا وسهلا، شرفتونا، يعطيكم الف عافية. بهذه الكلمات وهذا النداء من هذا التاجر من وسط مدينة بيت لحم، والذي نسأل الله أن يجد آذانا صاغية لدى المسؤولين في البلدية ومؤسسات محافظة بيت لحم ومن أمام هذا الشارع الذي يغلق في ساعات الظهيرة بتعليمات الشرطة من أجل المصلحة العامة ولكي يتمكن المواطن من شراء حاجيته. نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة في الأسبوع القادم، نترككم في رعاية الله وحفظه. الشرطة يا حماة.
وزيرتنا عالأفضل ارفع رايتنا منصور الشرطة.